باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. كل سنة طيبين بهذه الأيام المباركة التي للصوم المقدس. وأنا لما باجي ماري مرقس بحس كده أن الواحد يعني بيته، لأن إحنا هنا من سنة 79 وخدمنا علمانيين، وخدت فرصة أن أنا أخدم معكم. طبعا أنا أشكر قدس أبونا بشوي غبريال وقدس أبونا رفائيل وقدس أبونا إسحاق على محبتهم، إن هم يعني بيدونا الفرصة الحلوة ويتعبوكم إن أنتوا تسمعونا. ربنا يخليكم لينا. الموضوع اللي أبونا رفائيل طلب مني إن أنا أتكلم فيه، بصراحة أشكره إن هو يعني علمني كتير إزاي نفرح وإحنا حزانة وبنتألم. موضوع صعب، وحاولت إن أنا أجيب حاجات كتيرة عنه، بس جزئية كبيرة جدا إحنا الكالتشر بتاعتنا والتقاليد بنحب أو نحب الألام، فما بعرفش أجيب الفرح فيها إزاي. يعني أحب كده إيه أسمع عن مشاكل الناس، يعني يكون ربنا مسهل لي كل حاجة والأمور ماشية كويس، لكن أحاول إزاي أزعل مع ناس اللي هي بيسموها نكد يعني بالعربي. فعايزكو يعني الفرح في الألام مش سهل، فأنا عايز نفكر كده مع بعض. هو موضوع كده بصراحة أنا تعلمت حاجات كتيرة، وأشكر أبونا يعني إن إداني فرصة إن أنا أقرأ. يعقوب الرسول آية مشهورة عنده يقول احسبوه كل فرح، كل يعني مش احسبوه فرح، لا ده كل الفرح. يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام. يبقى ربنا بيسمح بتجارب، بيسمح بضيقات إحنا لازم نفرح بيها، بس أوقات كتيرة لما نسمع الآية دي نقول إيه عمق الفرح ده؟ ده أنا تعبان، في ألم. ويعقوب يقصد هنا التجارب اللي بيسمح بيها الله لتزكية إيماننا. قلنا الضيقات، الشدائد، الأمراض، المشاكل وغيرها، فيها أشياء كتيرة جدا بتأتي علينا. يعني ممكن إنسان يمرض، يحس بمرض، يزعل وكل اللي حواليه يزعله، وممكن في ناس توصل ان هم يلوموا ربنا، ليه كده يا رب مع فلان ده، ليه تعمل كده؟ ولكن لو انا اقول له يا رب احنا متشكرين، اكيد في غرض، هو عشان كده نفرح ان التجربه او الضيقه او المشاكل اللي احنا بنقع فيها جاء طرق علينا. لان في نوع تاني بقى، وهي التجارب اللي بيقع فيها الانسان. كويس، يعقوب الرسول ايضا يذكرها اللي هي يقع فيها ان انجذب وانخدع من شهوته. عايزين نفرق ما بين حاجتين. في تجارب ربنا يسمح بيها، في الم ربنا يسمح بيه، ده لازم اكون فرحان فيه، وهنخش ازاي نعرف نفرح. في حاجات كتيره انا بوقع نفسي فيها، يعني واحد يروح يشرب خمر يفسد جسده، يمرض جسده، فيجي يلوم ربنا ولا ما يلوموش؟ لا، هو جابها لنفسه. عشان كده حتى الإنسان اللي بيشرب خمرة أو بيتعب جسده بأي طريقة ما، حتى لو تاب وبيرجع لربنا، لكن من بركات ربنا ان يسيب الاثر معاه عشان يقعد يتذكر. بمعنى ممكن الانسان يدخل نفسه في ضيقات
ومشاكل وأمراض بإرادتي، إن جذبت بشهوتي بعقلي. فأنا عايز أفرق عشان نفرح في الألم في الحاجات اللي هي من عند ربنا. التانية ديت يعني موضوع تاني خالص، فهنفرق ما بين اتنين، في الألم والضيقات اللي ربنا بيسمح بيها، وفي حاجات أنا بدخل نفسي اللي هي تنتج عن الشهوات، ده تنتج موت. لماذا نفرح في التجارب؟ أول حاجة لأنها بسماح من الله. لتزكية إيماننا، وهو قال كده في الآية. وثالث نقطة، لنشترك في الألام مع المسيح. المسيح ربنا لما بيسمح هو إله رحوم وكثير الرحمة وجزيل التحنن، لأنه هو أبونا السماوي. بولس الرسول يقول الله أمين الذي يدعوك تجربون، لا يدعوكم لتجربون فوق ما تستطيعون. يعني إذا ربنا سمح بتجربة مش أكتر من أنت تحتمل. يعني لينا ناس من قيمة أسبوعين كده فقدوا ابنهم الوحيد 22 سنة، لكن إزاي يقدر يحس؟ لكن إحنا كنا معاهم النهاردة مثلا، شفنا إزاي إن هم متعزين، صحيح تعبانين، والأم تقول أنا تعبانة بس أنا حاسة إن هو مع ربنا، دي أحسن كتير جدا. وده الإنسان لو فعلا دخل في مرحلة إن هو يعرف إن بسماح من الله، إن كان حتى مرض، إن كانت مشاكل، يبقى أنا بقبلها. صحيح بحزن، لأن إحنا بنقول الفرح في الألم، في ألم، ونفس السيد المسيح بكى. لكن أوقات كتيرة جدا الحزن والألم بتاعنا بيؤدي للإنسان إن هو يعني يبقى تعبان نفسيا. وبولس أيضا واجه مشاكل في خدمته، وقال كده تجارب متنوعة فرح بها لأنه تيقن إنها بسماح من الله. في كل الأشياء نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، كحزانة ونحن دائما إيه؟ طب إزاي أقدر كده؟ كحزانة، إنسان حزين لكن فرحان، لأن حاسس إن دي بسماح من ربنا. إحنا نفرح لو فعلا حسينا حتى مرض أو أشياء كتيرة، ضربات، شدائد، ضيقات، في السجون سجن كم مرة، لكن كان فرحان، حاسس كده في طمأنينة، دي بسماح من ربنا، أنا أرتاح ما اتضايقش منها. لتزكية إيماننا بطرس بيقول الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يا أحبائي، فترة حياتنا اللي احنا بنقضيها دي، ربنا ما وعدناش انها هتبقى يعني كلها كده ما فيهاش اي حاجة. قال كده في العالم سيكون لكم ايه؟ لكن ثقوا انا ايه؟ غلبت العالم. عندي الثقة دي ولا لا؟ عندي الإيمان ده ولا لا؟ هل فعلا بحس ان فترات عمري اللي انا بعدي فيها دي، مش النهاردة بس، اللي فاتت وعندي امل في بكرة واللي بعده، اي ضيقة، اي ظروف تحصل لي احس انها هي من سماح من ربنا وتزكية ايماني، زي الذهب. بطرس هنا بيقول زي الذهب. الذهب يتنقى ازاي؟ ما يدخل فين؟ في النار، يمتحن. حتى لو كان فلسه تبص تلاقيه يسيح ويبوظ، لكن المعدن المتين لو دخل في النار هيطلع كويس. اهو ده ايماننا، ان احنا حتى في ضيقتنا نحس بارتياح. صحيح هنتألم،
صحيح الإنسان تعبان، لكن نحس أنها بسماح من ربنا وفيها تزكية لإيماننا. أيضا بطرس وسيلة كانوا في السجن يسبحان. في إنسان يقعد في السجن يسبح إلا لو هو حس أن الظرف اللي هو فيه ده من عند ربنا، هو ما عملش حاجة، لأن كان بإيمانهم فرحين فخرجوا من السجن، وحتى الحراس والحارس آمن هو وأهل بيته. ثالث نقطة، لنشترك في آلام السيد المسيح. أوقات كتيرة جدا يا أحبائي يغيب عننا الصليب، مع أنه هو خلصنا وهو اللي على المسيح صلب وفدانا. عشان كده يعني من الحاجات القوية، لو تحاول تقرأ مثلا عن أبونا بشوي كامل تلاقي الصليب ده أساس بركة خدمته، ويدعي كل واحد إن هو يجلس تحت الصليب عشان يشوف محبة ربنا ليه. وأوقات كتيرة جدا إحنا بنعرف المسيح بس بنعرفه عن بعد، وفي منا يعرفه عن خوف، هو بيحبه بس خايف لألا يجيله ضيقات ولا حاجة، ويعني أهو بيجي الكنيسة. عشان كده اللي في ناس تقول لك يا أنا باجي يوم الحد، لحسن الأسبوع اللي ما جيش فيه يوم الحد طول الأسبوع بيبقى نكد، فأنا حاجة الكنيسة. لا، ده واحد ماشي يعني خايف، مش داخل في علاقة قوية مع المسيح، ما يعرفوش، هو خايف منه زي بعض الديانات الأخرى لما يتعبدوا للآلهة بتاعتهم بخوف. لكن إحنا أحرار، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون إيه؟ أحرار. إحنا بنتعبد بالسيد المسيح من أجل حبنا ليه، وهو ما بيفرضش نفسه علينا. قال كده، وإذا أنا واقف على الباب أقرع، من يفتح لي أدخل وتعشى معه. يبقى في إرادة من عندي أنا، لو عايز أعرف المسيح في خطوات أنا لازم أتقدم لها، ولما أدخل في عشرة ومحبة المسيح وياخدني كده في الرحلة بتاعته ويفهمني حاجات كتيرة جدا عن ملكوت الله، وأقرأ الإنجيل وأسمع بقى يشبه ملكوت الله إنسان زرع قرما وكل الأمثال بتاعته، وأجي أبص للسيد المسيح يوصل بيه أن يدخل لغاية الألام، وأحس قد إيه هو بيعملها عشاني أنا. يعني إحنا هندخل في أسبوع الألام، هل فعلا بعيش كل يوم، ولا أنا باجي أردد التسبيحة سوكتة دي جوم وهو نسمع المزمور ونسمع عزة ونروح، يبقى أنا مش حاسس بألام السيد المسيح، يبقى أنا بأدي الطقس عشان بس يعني أأديه. لكن لازم أعيشه. أعيشه إزاي؟ إن أنا أقعد تحت الصليب كل يوم في البسخة، آجي وأقعد تحت الصليب أتأمل ده حبني الحب قد إيه. عشان كده لما آجي أشوف ألام المسيح وأقصها بالألام أو الضيقات اللي أنا بمر فيها ألاقيها ولا حاجة، دي نقطة في محيط، أقول له أشكرك يا رب، أشكرك ده أنت كل الضيقات اللي بتسمح بيها والتجارب الألام اللي أنت بتدياني، أنا فرحان إن أنا بحس قد إيه أنت حبتني على الصليب وديتني فرصة إن أنا أشوف فعلا إزاي إنسان بشر، هو طبعا ربنا لكن مات عشاني أنا، حبني. والعشرة دي يا أحبائي ما تتولدش وليدة يوم، دي عشرة الجهاد بتاعنا طول حياتنا، ونقول مع بولس الرسول جاهدت الجهاد الحسن. عرفه كويس بولس؟ اه عرفه، بس ايه، كمل كل جهاده حتى في الضيقات والالام والضربات والسجون كحزانة ونحن ايه فرحون. باين علينا طبعا تعبانين، واحد اتضرب في السجن ضربات كتيرة، او خد في البحر اتكسرت بيه السفينة، انت اطلع تعبان وحزين كده لانه جسمه مش قادر،
لكن هو فرحان من جوه القلب، عارف ان كل ده بسماح من ربنا. لما ندخل في عشرة محبة ربنا، بولس الرسول يقول لنا في العبرانيين: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فلو ربنا سمح لي بتجربة أقول له: يا رب شيل عني، طب خليك معايا ماشي في الطريق، وأبقى فرحان. الفرح مش إن أنا أضحك وهزر، لا، ده فرح طمأنينة من جوه. أنا حاسس إن هو قائد السفينة بتاعتي وماشي بيه. ازاي نقدر نفرح بقى؟ الثقة في وعود الله، الصلاة، تطلع للملكوت. أول نقطة الاحتمال بصبر وبلا تذمر. يا أحبائي، أوقات كتيرة جدا أنا ما بتكلمش على الضيقات أو الأشياء اللي إحنا انجذبنا بشهواتنا ودخلنا فيها. راجع بس الحتة دي، عشان في حاجات كتيرة جدا إحنا اللي بنغلط، وإحنا اللي بنوقع نفسنا في الضيقات. إحنا بنتكلم على يعقوب الرسول بيقول: احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر. فاحنا بنحتمل بصبر التجربة اللي ربنا سمح بيها فاكون فرحان وما تزمرش. يعني لو انسان ربنا سمح له بمرض يقعد يتأمل كده يقول: اشكرك يا رب، اشكرك ده أنت بتديني فرصة أن أنا أتألم. يعني اللي سمعناه عن قدس أبونا بشوي كامل أنه طلب مثلا المرض وكان يروح يسافر من الإسكندرية لغاية أسوان لو عارف أن في إنسان مريض بهذا المرض اللي هو السرطان، وكان يروح يشجعه ويصبره لأن ده شيء طارئ على الإنسان، مرض ما حدش بيجيبه ولا يعرف يجاب منين ولا أي حاجة. يصبح كده يروح يعمل تحليل، دكاترة يقولوا عندك المرض الفلاني. فإذا أنا مشكرش ربنا بصبر أقول له: أنت اللي هتديني الاحتمال، ما تزمرش. ليه يا رب أنت اديتهولي؟ طب ما اديتهوش لفلان ليه؟ لا، أنت ما تعرفش، ده لتزكية إيمانك، ده بسماح منه، ويمكن ربنا سامح عشان ينقيك أو عايزك تشترك في الألام معاه. أقول له: أشكرك يا رب، إيه الفرحة دي؟ لكن أوقات كثيرة جدا ما بنقبلش الكلام ده. بولس الرسول يقول: مملوئين بكل قوة بحسب قدرة مجده، بكل صبر وطول أناه بفرح. يوسف الصديق لو أنا في مطرحه كده في لحظات، والدي جه الصبحية كده قال لي: روح شوف إخواتك، طمني عليهم، خد لهم أكل وارجع. ده واحد بيطيع أبوه ورايح يشوف إخواته، وإخواته يعملوا إيه؟ يحسدوه، مش كده؟ وحاولوا أنه يقتلوه وباعوه، وراح بقى عبد بعد ما كان هو يعني حر في بيت أبوه، وأبوه كان بيحبه. لكن بعد ده كله لما شاف إخواته كان إيه؟ فرحان. إحنا أوقات كتيرة جدا بقى إيه؟ لا، ده أنا ما كلموش، ده عمل فيا كذا 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 كذا. وممكن في إخواتي يقعدوا بالعشر سنين ما يكلموش بعض ومش فرحان، ما عندوش صبر. طب محتمل، ما يمكن هو فعلا الإنسان اللي قصادك عمل فيك حاجة، لكن هي بسماح من الله. يمكن ربنا سمح عشان تزكية إيماني. أقول له: أشكرك يا رب. وإحنا مشكلتنا في هذا الأيام، في هذه الأيام، إن إحنا ما عندناش صبر. صدقوني بقيت كل يعني الواحد كده لما يقعد مع نفسه
بقت الأحوال اللي حوالينا عاملة confusion، كله ما حدش مطمئن، وكله بيجري، وكله تحس كده مش مركز، وما فيش احتمال، مع ان ربنا بيحبنا كلنا. ربنا عايزنا فعلا ان احنا نجيله. وطبعا العالم اللي احنا عايشين فيه الايام دي، خصوصا يعني اللي بيحب يتفرج على الاخبار بتاعت مصر، يعني هيتعب. انا بحس اي انسان يقعد اكتر من ساعتين على اخبار التلفزيونات بتاعت مصر ده هيجيله خبلان. ليه؟ ما بتقدمش اي حاجة. لكن احنا نعمل ايه؟ صبر، صلاة، عارفين ان ربنا سامح بكل الاشياء دي. هنعمل هنقدر اللي في مقدرتك تعمله اعمله. لكن احنا ما بقاش في صبر على طول. اول لما نسمع خبر نمسك التليفون ونقول يا فلان شاف اللي بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، وبعد كده اقول لك بتقرا الانجيل يا حبيبي؟ بتسمع صوت ربنا؟ يا ابونا ما عنديش وقت. طب بتيجي الكنيسه في الميعاد بدري؟ يا دوبك اصحى تعبان. طب بتصلي بالليل؟ يا دوبك يا ابونا بقول ابانا الذي، وبصحى اقول امين، بيقولها في سره. ما بقتش في وقت. وبعد كده عايزين يبقى عندنا يعني فرح. طب فرح ايه؟ ما انا لازم اقعد مع نفسي، لازم احتمل، ويكون بدون تذمر، ما تذمرش، ويكون ليا هدوء ان انا فعلا احس بربنا وعمله في حياتي. وفي ناس كتيرة يا احبائي عايشين في هذا الحب، وعارفين ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مش حاسين بقلق، مش حاسين بألام، عندهم احتمال، عندهم صبر، ودول بصلواتهم الكنائس ماشية ومفتوحة. فأنا راجع نفسي، عندي فعلا صبر؟ عندي احتمال؟ بتزمر ولا ما بتزمرش؟ بشكر ربنا ولا ما بشكروش؟ تسليم لمشيئة الله. هل فعلا بحس ان وانا بقول ابانا الذي في السماوات فلتكن مشيئتك يا رب، بحس بيها ولا انا برددها عشان حافظها؟ لما اجي اقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، طب ايه مشيئة الله في السماء؟ هو كله فوق تسبيح وصلوات، واحنا هنا عمالين نجري ورا بعض، مش عارفين نسلم ازاي ارادتنا لربنا، ونقول له فعلا نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. دي الكنيسه تعلمنا ده، حتى في النياحه لما يكون في انتقال انسان، لان احنا في المسيحيه وخصوصا في الكنيسه القبطيه ما نحبش نستخدم كلمه الموت، نقول عليه انتقال. كويس؟ لما يجي أول حاجة يبتديها الكاهن الصلاة يقول صلاة إيه؟ الشكر. ليه؟ لأن حتى في الانتقال، لا إحنا بنشكرك يا رب، دي حياة ودي وقت، وإذا كان إنسان انتقل ده مرحلة هنتنقل كلنا ونروح السماء. التجارب أوقات بتبقى يعني نوعيتها غريبة زي ما قلنا قبل كده، لكن إحنا لازم يكون في عمق في غنى الله، عارفينه إن هو حكمته وعلمه. وما أبعد أحكام الرب عن الفحص وطرقه عن الإسقاء، لأن من عرف فكر الرب أو من سار له مشيرا. لو أسلم إرادتي ربنا هبقى فرحان، حتى في الضيقات، حتى في المشاكل، في الأمراض هحس إن ربنا هو بسماح منه، فأنا هسلم له إرادتي هبقى فرحان. إنسان كده حاسس بطمأنينة. أيوب سلم مشورته لربنا، مع إن التجارب كانت شديدة جداً،
ده الواحد لو حاول يفكر كده في موقف أو اتنين من أيوب فات فيهم يبتدي يعني ما يقدرش يحس ان دي تسليم. اسلم ازاي ده؟ ده العبد كل 10 دقايق او نص ساعة جاي له باخبار يعني فناء نهاية موت ولاده ومرضه، لكن خدها. ويعقوب الرسول بيقول: ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعت بصبر أيوب ورأيت عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. لما الإنسان يسلم نفسه لربنا حتى في التجربة، حتى في الضيقات، حتى في المشاكل، هيشوف عمل الله في حياته وهيشوف العاقبة. أوقات كتيرة جدا يعني خبرة الحياة ما تلاقيش إنسان افترى وماشي في طريق غلط من أجل محبة ربنا ليه بيرجعه. لا يشاء موت الخاطئ مسامة يرجع واحد، ويخلينا إحنا كمان نشوف إن العاقبة إن فعلا هو ممكن يتجازى على حاجات عملها أو افترى فيها وممكن ما نشوفهاش، بس ربنا أمين وعادل. فأنا أسلم ما انتقمش لنفسي، لا تجازوا إنسان، لا شر بشر، لا إحنا نسلم مضطهدين وإحنا عارفين كده، إن إحنا نسلم إرادتنا لربنا، نقوله نشكرك يا رب إن أنت عملت أحسن حاجة لينا، اديتني أحسن ظروف. بتصلي وتشوف عمل ربنا في حياتك هتلاقيها ان انت فعلا فرحان. نسيت، ارجع كده كم سنة في عقلك وشوف كم مرة ربنا رفعك وشالك وسترك وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه. عشان كده الكنيسة تيجي تعلمني، خلي بالك ما تعيش اللحظة اللي انت حاسس فيها ضيقات ومشاكل وتخلي الشيطان يغلبك، لا افرح، شوف عمل ربنا قبل كده معاك عمل ايه، هيعمله العاقبة تانية. لو انت في ضيقة او في مشاكل او في ألم افرح ان العاقبة هتكون كويسة، وده ايماننا وده تزكية ايماننا. لما نخش كده في تجارب يبقى الانسان بيتزكى. عشان كده بعض الاباء يقولك لو رحت تشوف انسان مجرب اخلع عليك، لأن ربنا هناك، لأن مش هيسمح ربنا بتجربة وبألم إلا لما يكون معاه، لأنها بسماح زي ما قلنا في الأول. يبقى أنا سلم مشيئة ربنا تبقى قصادي. الثقة في وعود الله، وده لنا أمتحن فيها نفسي دايما، هل ربنا كان وعوده صادقة معايا ولا ما عملش أي وعد معايا؟ يعني عهد قال لي هكون معاك، كم مرة ربنا وعدنا؟ قال لنا إن نسيت الأم إيه؟ رضيعها. أنا لا إيه؟ إيه نسبة في التناسب إن ممكن أم تنسى الرضيعها؟ قال لو دي حصلت دي مش شواز، دي مش قاعدة، أنا مش هنساك. واثق كده ولا مش واثق؟ حاسس إن ربنا فعلا معايا في كل لحظة ولا بيجي وقت ما أنا أقول له ما يجيش ويسيبني؟ لا، ده أبدا. عيني عليك من أول السنة لإيه؟ طب يا رب يوم كده ما تشوفنيش بس أدارة في حتة، لا أنا شايفك، شايفك انت بتعمل ايه كويس، واذا عملت حاجة غلط انا هحط كده العمل الروح القدس فيك عشان تتوب. وديت للكنيسة سر روح عمل الروح القدس في مغفرة الخطايا، فانت غبت عني ودورت راسك وجسمك ورحت عملت حاجة، تعالى تقول زي الابن الضال الان اقوم واذهب الى ابي.
يقول لك تعالى تعالى مغفورة لك خطاياك، ده وعد. أبقى فرحان بيه ولا لا؟ يعني مثلا تخيل كده أنت هدومك عليها كده قاعد بيها أسبوع، هتحس بإيه؟ وبعدين إيه تيجي تغسلها وتاخد أهدي كده بقى الإنسان اللي قاعد بدون اعتراف، يحس كده من جواه تعبان، يقولك لا أنا مش قادر أخش أتناول. طب ليه؟ طب جيت الكنيسة، ده ربنا اداك نعمة أن تيجي الكنيسة. الشيطان بقى يقولك أنت مستحق، أنت مش عارف عملت إيه. طب ما تقول له طب اقعد ساكت وانا هقعد مع ابونا وهعترف وابونا يقرا لي الحل وابقى انسان جديد وادخل واتحد مع المسيح، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. مش دي علاقتنا مع ربنا؟ وعوده من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، ايه اكتر من كده؟ هنبقى فرحانين ولا مش فرحانين؟ ايه ميزه او فكرك او إيه ان انت حاسس باتحادك بالمسيح؟ طب ما قبليها مش هحس بالاتحاد ده إلا فعلا لما أقدم توبة، ولما أقدم توبة أروح في حضرة الكاهن واعترف وأقول له يا رب أخطأت. قال كده من يحبني إيه يحفظ وصايا. لو أنا كسرت وصايا ربنا يبقى أروح أعتذر له ولا أقول له لا معلش؟ ففي وعود في ربنا مديهنا في الكنيسة بتاعتنا الحية دي في ايامنا اللي احنا عايشين فيها دي، نستفيد بوعود ربنا. ما الانسان لو هو في الام وضيقات ومش واثق في وعود ربنا هيكون الفرح فين؟ مش هيكون فرح، ده هتلاقوه الانسان دايما تعبان. داود من الناس اللي هم وثقوا في وعود ربنا، رابع نقطة عشان أحس بالفرح إن أنا أتطلع إلى الملكوت. أبص فين؟ ربنا قال لنا أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه إيه؟ طب أنا عاكل هم إيه؟ ما هو ربنا وعدني قال لي بس خلي بالك بص للسماء وخلي نظرتك وحياتك كلها للملكوت وكل هذه تزاد لك. طب احنا فينا ناس جت من مصر عايزة تجيب عربية جديدة وعايزة تشتري بيت وعايزة تنجح وعايزة تاخد وظيفة وعايزة تعمل فلوس، وبدل البيت ننقل في التاني والتالت والرابع ونبني. طب فين ربنا في المعادلة دي؟ هل فعلا احنا النهاردة بنتطلع للملكوت؟ ما دي النهاية اللي رحينها. يعني احنا لما جينا هنا كل واحد فينا ابتدى يسأل انا لازم اعمل ايه؟ ناس تقول له لازم تطلع باسبور. طب الباسبور ده يطلع ازاي؟ قال لا تروح المجمع وتروح تطلع الاوراق وتملأ الابليكيشن وتجيب صور. طب وبعد كده تروح تقدم على الفيزا، وبعد كده تروح تسأل المكان اللي انا رايحه ده، طب انا رايح نيويورك الدنيا برد اخد ايه معايا؟ طب أنا رايح كاليفورنيا طب إيه اللي هناك بيتعمل؟ أسأل. مش ده اللي إحنا كلنا عملناه؟ طب اشمعنى ما بنسألش على الملكوت ما إحنا رايحين؟ هل فعلا بسأل إيه الملكوت فيه إيه؟ ولا إحنا بتضيع الأيام في إن إحنا ما نسألش على ربنا إيه الملكوت؟ أنا هقضي إيه فوق فيه؟ هعمل إيه؟ عشان كده فيه يعني كتاب قيم جدا اللي هو عن السماء المتنيح الأنبا يؤنس، كتاب جميل جدا يريد أي كل واحد يقتنيه. نشوف كده إيه هي السماء بتاعتنا دي اللي احنا الملكوت هنروح فين؟ يقول كده بولس الرسول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، إن كنا متنا معه فسنحيا معه، إن كنا نصير فسنملك أيضا معه. استفانوس فرح وقدر إن هو لما تطلع للملكوت قدر إن يوصل يبقى زي المسيح. يقول كده يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. ده بيرجموك، ده بيقتلوك، قال لهم لأ
السنة دي هيموتوا الجسد، أنا شايف رايح فين، رايح للملكوت. عشان كده الإنسان الهدف بتاعه في السماء ما تأثرش فيه حاجات كتيرة على الأرض، حتى الشهوات، وإن هو يعني عايز التجارب الضيقات يقول لك أنا هكون فرحان فيه. الشهوة بتاعتي دي هتكون في السماء مش شهوة اللي في العالم، لأن يوحنا قال في الرسالة بتاعته إيه اللي في العالم، شهوة جسد وشهوة عيون تعظم معيشة. دور على أي خطية هتلاقيها واحدة من الثلاثة دول هي النهاية فيها، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. فهل فعلا أنا من العالم؟ وده السيد المسيح قال كده، أيها الآب لا أريد أن تأخذهم من هذا العالم بل احفظهم من إيه؟ الشرير. إحنا في العالم لكن مش من العالم، إحنا في العالم لكن مش في العالم. عشان كده الإنسان اللي يحس إن حياته على الأرض لمجد اسم ربنا ويتطلع للسماء ويقول رب إحنا مقضيين أيام، هيعيش فرحان مهما ربنا يسمح له بأي مرض بأي تجربة بأي شيء، يقول له أشكرك يا رب. هتكون صعبة، ما بقولكش إنها هتكون سهلة وهتضحك وتعمل، لا هكون فرحان من جوايا، عندي طمأنينة إن ربنا بسمح منه. دي تزكية إيمان، هشترك في الألام. رابع نقطة، خامس نقطة، الصلاة وطلب المعونة. دي آخر حاجة، إن أنا أحس بالفرح في الألام، إن أنا أقدم صلاة، وإذا أنا تعبان أطلب معونة. يا أحبائي في حاجات كتيرة جدا إحنا في حياتنا مش بتحصل، مش عارفينها ليه حصلت، فنطلب. يعقوب الرسول كده قال اللي يعوزه حكمة يطلب من عند أبي الأنوار الذي يعطي بسخاء ولا يعير. أطلب معونة ربنا، ليه الأوضاع دي بتحصل كذا، إيه اللي بيحصل حواليا يا رب، عايز أفهم. في الصلاة أطلبه، أطلب معونته، اديني حكمة يا رب. بنطلب كده، نطلب كده، نقول له يا رب اديني حكمة إن أنا أعرف أسرارك، أفهم حاجات كتيرة في حياتي، أقدر إن أنا أشوف خطواتي إزاي أنا ماشي. نور لي عيني يا رب، اديني فهم إن أنا أفهم الأوضاع اللي حوالي. لو سمحت بأي ألم بأي ضيقة اديني يا رب المعرفة، أعرف ليه، عايز أبقى فرحان، عايز أعيش الفرح إن أنا أكون في ألامي إن أنا فرحان. عشان كده يا أحبائي في المزمور يقول يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك. الإنسان في الألام ضيقات يطلب معونة ربنا. قلنا لكم على بولس وسيلة كانوا في السجن بيسبحوا ربنا فخرجوا طلبوا معونة ربنا، ما هو كانوا بيصبحوا، ما التسبيح ده بمعونة ربنا. أنا لما أقعد مثلا وأنا في ضيقة أرتل أو أقول التسبيحة، طب ما أنا بصلي وبطلب معونة ربنا. أرجو أن إحنا فعلا يكون لنا صلاة عميقة في الألام ونطلب معونة ربنا. ما تشيلش لوحدك، قول له يا رب تعالى ساعدني، هيجي وحيرسل المعونة ليك وحينصرك وحيكون واقف جنبك ومش هيسيبك وحيطمنك قوي وحيديك فرح. بس أنا لو سلمت له حياتي وأكون متطلع للسماء وأقول له يا رب أنت سمحت بأي شيء أنا هقبله من إيدك، بس مش الأشياء اللي أنا وقعت فيها اللي انخدعت بشهواتي. مش أركز على الحتة دي، لأن في أوقات كتيرة جدا ألام إحنا
اللي بننخدع بشهواتنا. ده الإنسان يقول رب يعقوب الرسول في ذلك ليس مجرب بالشرور. اوعى هتعرف ان انت لما تطلب معونة ربنا هيتفرق، ده بسماح من ربنا هفرح، ده انا اللي وقعت فيه يبقى اروح اتوب واعترف واطلب ان ربنا يغفر لي خطاياي. وممكن ان انت تتوب وكل حاجة بس ربنا يسيب لك يعني حتة كده عشان ايه تتذكر عشان ما ترجعش تاني. لكن الألام اللي ربنا بيسمح بيها بيبقى فيها فرح، بدأ بيشيلك. عشان كده وانت بتطلب المعونة تذكر عمل الله في حياتك وشوف كم مرة ربنا مد ايده اليك وشالك وفرحك. وأوقات كتيرة الإنسان ياخد لنفسه المجد، ده أنا اللي عملت، ده أنا اللي، لا ده ربنا اللي سمح لك إن أنت تقدر تخرج من التجربة. لما كنت مزنوق كنت عمال تقول يا رب بتطلب المعونة كويس وربنا فرج عنك، يبقى في فرح. يبقى إحنا لما نيجي نفرح في الألام ثلاث حاجات الأولانيين إن أنا أحس إنها بسماح من الله، وأحس إنها لتزكية إيماني. عشان كده لما واحد يكون متضايق يقول لك اروح لواحد مختبر، واحد مر بالظروف دي، فتلاقي لما يلاقي الواحد جاي تعبان لواحد مختبر يعني مر بنفس الظروف يقول له لا 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 بس انت اتكل على ربنا، ده ربنا هيعولك ربنا هينصرك، بس سيب الامر لربنا لصاحب الامر. نفرح ونحس كده ان احنا اذا كان ربنا سمح لنا بتجربه بشده بضيقه اقول له ان انا فرحان عشان انا بشترك معاك في الالام. ومش هتقدر تعيش الالام الا لما تعيش خبره حب ربنا ليك. هل فعلا بنحس بحب ربنا ليا؟ قد ايه ربنا حبني انا بس، مش حبنا، هو حب العالم كله، بس في اوقات كتيره هو حبني انا. وفي آيات كتيرة على قد ايه ربنا حب الإنسان وبذل نفسه عن ده هو عشاني أنا. لما أحس إن العمل ده حصل لي أنا، ربنا يدينا فعلا إن احنا نفرح في الألام ونزكي إيماننا، نحس كده إن ربنا إذا سمح بشيء ده من أجل إن اسمه يتمجد وإن أولاده إن هم يمروا في متاعب والناس تشوفهم وفرحانين. ربنا يدينا هذا الإيمان، له المجد الدائم في كنيسته إلى الأبد. آمين.